والحمد لله كما كتشوف جميع اللاعبين استقبلوني كأخ وقاموا بالترحيب لي في مدينة مراكش، وكنتمنى نقدم الإضافة للمدينة والفريق ككل. انت سنيتي مع الكوكب، كان عندك عروض اخرى ولا غير انت اختاريتي الكوكب من الاول؟ ولا طبيعة الحال كان عندي مجموعة من العروض لا فرق وطنية ولا فرق في خارج أرض المغرب. كان عندي عرض من فريق قادسية السعودي درجة الثانية، كنت تقريبا لي في تقريبا 90% ظروف عائلية اللي ما سمحتش لي باش نغادر أرض الوطن. وكان عندي عروض من المغرب، فريق الوداد البيضاوي، فريق جديد مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، كان عندي عرض من نهضة بركان، كان عندي عروض فرق مغربية. وانا بعض اللاعبين قدماء ولاعبين قراب لي من المدينه هما اللي نصحوني باش نجي لفريق كوكب مراكش. كي تتوقع العام ديالك مع الكوكب؟ كنتمنى نقدم اضافه للفريق ونكون على حسن ظن لا ستاف لا الجماهير لا المدينه الكل. دابا بزاف الناس حنا تنعرفوك، تنعرفوك منين جيتي وفين لعبتي، ولكن انا بغيتك تعطيني الباركور ديالك عمر من الاول باش الناس يعرفوا شكون هو عمر منصوري. عمر منصوري ابن فريق وفاق بوزنيقه، التحقت فريق الدفاع الحسني الجديدي هذه 3 سنوات، التحقت بالمنتخب الوطني الاولمبي، والحمد لله قمت بواحد 3 سنوات اللي نطابع الاسم ديالي في المغرب. شي كلمة للجمهور دابا، شنو اللي تسناو منك، شنو اللي تقول لهم؟ كنتمنى نكون عند حسن ظن الجمهور، وكنوعدهم بأن نقدم إضافة كبيرة لفريق الكوكب مراكشي والمدينة الكل، وكيكون خير إن شاء الله.